السلام عليكم. بعد نحو عام على اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في السودان عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير من الحكم، يبدو المشهد العام في البلاد على النحو التالي: أجواء انفتاح على الحريات، وتراجع دور المؤسسات الأمنية في البلاد، واعتقال ومحاكمة رؤوس النظام السابق، وبدء ظهور معالم الحكم المدني بعد طول عهد من سيطرة الجيش. وفي المقلب الآخر، فإن المستوى المعيشي لم يشهد تحسنا يذكر، ومحاكمة البشير ورموز نظامه في نظر كثير من السودانيين لا تعد أن تكون تمثيلية لامتصاص غضبة الشعب، ناهيك عن غياب الاهتمام بمحاسبة قتلة شباب الانتفاضة. خارج الحدود تنزلق الخرطوم في سياسة خارجية نحو التقارب مع إسرائيل، بحثا فيما يبدو عن رضا أمريكي يخفف من أعباء وضع البلاد على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. إذن هو مشهد سوداني غامض ربما يكون السبب في تظاهرات كبيرة يشهدها الشارع هذه الأيام ضد حكومة عبدالله حمدوك المدنية. في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب نسعى لتقديم مقاربة للمشهد السوداني والوقوف على حصيلة عام من المرحلة الانتقالية. أهلا بكم. السودانيون يخرجون مرة أخرى في الذكرى الأولى لمليونية الثلاثين من حزيران، لكنهم خرجوا في هذه المرة يدعون لتصحيح مسار الثورة في 2019 بعد فض الاعتصام أمام قيادة الجيش. في ذكرى الثورة امتلأت العاصمة السودانية الخرطوم بقوات الجيش التي أحكمت السيطرة على أطرافها وجسورها ولم تسمح بأي أنشطة في وسطها. تأتي هذه المليونية التي دعت لها لجان المقاومة ممن كان لهم السبق في تأجيج الثورة التي أطاحت بالبشير وحكومته، مطالبة بالقصاص لقتلة الثوار وتعيين الولاية المدنيين وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي واستكمال محاكمة رموز النظام السابق، بالإضافة إلى إجراء إصلاح اقتصادي عاجل تحت شعار تصحيح مسار الثورة. وقف السودانيون بمختلف انتماءاتهم بين محايد ومؤيد ومعارض لهذه المليونية، فقد أعلن الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين بتشكيلته الجديدة والتجمع الاتحادي وكتلة قوى الإجماع الوطني تأييدهم للتظاهرة ومطالبها، بينما رفض حزب الأمة القومي وتجمع المهنيين بتشكيلته القديمة لهذه التظاهرة. تجمع المهنيين السودانيين قال إن المظاهرات المليونية تأتي لاستكمال أهداف الثورة وتصحيح مسارها وإنهاء مظاهر التهاون والالتفاف على إرادة الشعب وليست للاحتفال. أما حزب المؤتمر السوداني فاتخذ موقفا حياديا فلم يعلن أي موقف من الدعوة إلى التظاهر، بينما رفضت لجنة الأطباء المركزية وبعض النقابات الطبية الموالية للثورة فكرة التظاهر خشية تفشي وباء كورونا. رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قال إن حكومته الانتقالية ملتزمة بالسعي لإسكات الرصاص وجدل البندقية في السودان، وأن حكومته تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة وسط تلك المطالبات بتصحيح مسار الثورة وتحقيق الحرية والسلام والعدالة، فإن هناك قوى أخرى تنادي بإسقاط حكومة حمدوك وتتهمها بالفشل، وهكذا ينتظر الجميع كفة الترجيح. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ محمد أحمد ضوينة المحلل السياسي، وعبر الهاتف من الخرطوم الأستاذ الجميل الفاضل الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ من الخرطوم. أستاذ الجميل، نحو عام مضى على إطاحة البشير الذي أعقبه تسوية بدرجة أو بأخرى لمدة انتقالية يتناوب على الحكم فيها المدنيون والعسكريون. في هذا العام الذي مضى على الحكم الانتقالي المدني، ماذا حققت حكومة ما بعد الانتفاضة، حكومة عبدالله حمدوك برأيك؟ في تقديري أن الحكم خلال فترة 9 أشهر في عمر هذه الحكومة يصعب إلى درجة كبيرة. صحيح أن هذه الحكومة جاءت في أجواء مليئة بأحلام واسعة بعد التغيير الذي حدث في 11 من أبريل، وارتفعت سقوفات الآمال لدى الشعب السوداني، وانتظر الناس أن تقوم هذه الحكومة المدنية
بإحداث تحولات جذرية وهامة في الحياة وفي معاش الناس وفي أوضاع الاقتصاد، وتجاوز حالة الأزمات المتطاولة التي يأخذ بعضها برقاب بعض. بالتالي هذا الأمر أورث كثير من الذين خرجوا في الطرقات والشوارع وقاموا بالفعل الثوري، وحققوا من خلال الحراك المتناني منذ ديسمبر من العام 2018 وإلى 11 من أبريل قطفوا ثمرة ذلك بإسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. حتى الآن حكومة الثورة في كثير من الملفات هي تراوح مكانها على صعيد التنفيذ في كثير من المشكلات والمعيقات والأشياء المقعدات التي تقعد بالأداء الوظيفي. صاحبت هذه الظروف كثير من العوامل، منها العوامل الاستثنائية والطارئة، ويمكن تكون هي العوامل التي اشتملت العالم برمته مثل جائحة كورونا وما ترتب على هذا من آثار اقتصادية ومن تأثيرات على ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون في معاشهم على الكسب اليومي. كل هذه العوامل جعلت هذا الشعور والإحساس بالإحباط أحيانا يصل إلى درجة اليأس، يصل كما قلتم في تقريركم. أنا طبعا أستاذ الجميل، يعني معذرة عن المقاطعة، ربما يأتي الوقت لأسألك فيه عن أسباب يعني غضبة الشارع السوداني من جديد، لكن سؤالي الآن متعلق بالحكومة بالجانب التنفيذي. ماذا قدمت هذه الحكومة في 9 أشهر؟ من أهم النجاحات التي استطاعت أن تحققها هذه الحكومة كسر طوق العزلة الخارجية فيما يتعلق بعلاقات السودان الدولية. ظل السودان يعاني من عزلة طويلة الأمد، عاش فترة كان هو محل اتهام ومحل شكوك ومحل تخوف، لدرجة أن كافة السودانيين الذين يعملون خارج البلاد قد دفعوا فواتير جراء سياسات النظام المباد. أعتقد على صعيد الانفتاح الخارجي استطاعت الحكومة أن تحقق قدر كبير من التحول في العلاقات من الخانة السالبة إلى الخانة الموجبة، واستطاعت أن تكسر وأن تحدث اختراقات كبيرة تجلت في زيارات وحفاوة كبيرة لرئيس الوزراء المدني الدكتور عبد الله حمدوك في ألمانيا وفي فرنسا وفي بروكسل وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة. كل هذه المظاهر أدت مؤشرات إيجابية ويعني خلقت شعور بأن السودان أن يعود إلى الأسرة الدولية والمجتمع الدولي بوجه جديد ومقبول، هذا على الصعيد الخارجي. أما على الصعيد الداخلي في تقديري أن السودان يواجه كثير من المشكلات إلى حد كبير أنا لا أستطيع أن أجزم بأن الحكومة قد استطاعت أن تحقق نجاحات على صعيد الاقتصاد. هي تدير في اقتصاد أزمة، هي ورثت أزمات معلومة في السودان أدت إلى الإطاحة بنظام المشير البشير، وهذه الأزمات ظلت تراوح مكانها أحياناً تذهب في اتجاه التصاعد بوتيرة من التأزيم، وأحيانا يحدث انفراج نسبي نتيجة للاعتماد على الدعومات الخارجية. وبطبيعة الحال اعتماد السودان على الدعم الخارجي هو رهن لسياسات السودان الخارجية للجهات الداعمة بشكل أو بآخر وبمستوى أو بآخر، وهذا الأمر أيضا خلق هذه المشكلات. جاءت أزمة كبيرة متعلقة بالأوضاع الصحية والنظام الصحي في السودان. الواقع أن الأوضاع في السودان هشة لدرجة كبيرة، الدولة المركزية تعاني من مشكلات، وبالتالي هذه الإخفاقات ليس تبريرا لكن هي نتيجة لحالة تراكمية. في تصوري أن النظام المباد أفرغ دولاب الدولة، الخدمة العامة، الخدمة المدنية، المرافق الحكومية من قيمتها الحقيقية، وأصبحت الحكومة الانتقالية قد ورثت أوضاع تشوها عميقا. أستاذ الجميل، نعم. تحدثت يعني عن الإنجازات، ما أسميته إنجازات على مستوى السياسة الخارجية، وأبديت بعد التحفظ على المستوى الداخلي. دعني أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو أستاذ محمد. الآن 9 أشهر في بلد
ورثت الحكومة فيه يعني حقيقة فساد إداري وفقر ومشكلات بنيوية في بنية السلطة تراكمت عبر عقود من مرحلة ما بعد الاستقلال. هل هذه المدة كافية لتقييم حكومة وسط هذا الكم الهائل من الضغوط والمشكلات التي تحاصر البلد؟ طبعا كافية جدا، لأن هذه الحكومة جاءت نتاج ثورة وجهد عرق بذله الشعب السوداني، قدم فيه شهداء وأرواح، وهنالك توقعات وتطلعات للشعب السوداني بعد سنوات طويلة من الحرمان كما يظنون، وبالتالي هنالك آمال لهذا الشباب، شباب العصر الحديث له تطلعات تختلف عن الأجيال القادمة. من بين هذه التطلعات يريدون دولة حديثة واعية مدركة، بناء حضارة مجتمع الفضيلة، يريدون أن نكون داخليا وخارجيا دولة لها قيمتها. في 9 أشهر؟ في 9 أشهر هنالك كما قال لك ضيفك، هنالك انفتاح كبير جدا نحو الخارج وزيارات خارجية، ولكن هذه الزيارات نتاجها صفر، لا ينتج شيء، لأن هذه في وعود بدعم دولي للسودان، هناك وعود ننتظر وعود سنوات طويلة، لكن هذه الحكومة هي جاءت باعتبار بخلفيتها أنها تعمل في المجتمع الدولي، لها خبرة دولية في مؤسسات كبيرة وعملاقة، هم خبراء في مجالات كثيرة جدا، لهم علاقات. الشعب كان يتطلع إلى إحسان هذه العلاقات الدولية لبناء علاقات خارجية متينة، فسنة كاملة قضوها بين أمريكا وبين ألمانيا وبين أوروبا ما زال السودان تحت الحظر وفي قائمة الدول الراعية للإرهاب، الديون ما زالت كما هذه الديون يعني بجرة قلم يمكن أن تزال، لا تحتاج إلى سنوات طويلة. السودان غرم وأدين دوليا في جريمة لم يرتكبها، جريمة إرهاب مدمرة كول وضحايا تفجيرات قامت بها تنظيمات إرهابية، ليس السودان طرف فيها، ولا شخوص ولا تمويل ولا تحرك من السودان، ولكن أدين السودان ودفع أموال كثيرة جدا، الشعب يموت والشعب جائع والشعب فقير، دفعت هذه الأموال. هذا في الاتجاه الخارجي، لم نحصد إلا خرابا وخبالا، حصدنا إدانات بالإرهاب ولم يرفع عنا ولا قديمة ليس للحكومة الحالية علاقة بها، هذه قضية الإرهاب قضية قديمة ولا ينبغي أن تحمل لحكومة عبد الله حمدوك التي هي حكومة تكنوقراط وتقوم بجهود يعني لمعالجة هذا المؤسف عبد الله. حكومة عبد الله حمدوك هي التي تحملت هذا العبء، لأن الحكومة السابقة كانت تنكر صلتها وعلاقتها بها ولا تعترف أصلا بهذه الجريمة. إذن جاءت حكومة حمدوك اعترفت بهذه الجريمة وبدأت التفاوض مع الضحايا وبدأت أن تدفع لهم التعويضات جيد. وبعدها ليس هذا جيد، من لماذا الدولة لم تشارك؟ نحن ليس عندنا شخص فجر، سوداني لم يفجر، لم ندفع أموال، لم تتحرك الجهة التي فجرت من السودان، ما علاقتنا؟ يعني نحن لسنا لنا علاقة من قريب ولا من بعيد. تدفع أموال والشعب السوداني يتضور جوعا، الشعب السوداني جاي الآن ومحتاج إلى الدواء والكساء وكل شيء، ولكن دفعت هذه الأموال، وليس هذا فقط، بل ضحايا تفجيرات أخرى بدأوا يتهمون السودان لأنه أقر بالجرم، وبالتالي طيب. أي إرهاب يسند إليه. طيب أريد أن أنقل الكلام إلى ضيفنا الكريم في الخرطوم، أستاذ الجميل، يعني أنت تحدثت عن إنجازات هذه الحكومة الخارجية وثمة من يتحفظ على وصفها بالإنجازات، هي سلسلة لقاءات إلى آخره، سنأتي بعد الفاصل للحديث عن هذه السياسات، لكن في المستوى الداخلي تحفظت، وثمة من يغمز من قناة مراعاة عمر البشير الرئيس السابق والمحاكمة الخجولة له، ليغمز من هذه القناة بأن هناك ثورة مضادة تتخلق في السودان للسيطرة على الحكم من جديد، ألا أترى أن الوضع يعني غير مبشر في البلد؟ أنا في تصوري أننا الآن في منصة تأسيس للسودان بعد التدمير الهائل الذي ورثته حكومة الثورة بعد التغيير، وما قاله صديقنا محمد ضوينة في تقديري أنه لم يوفق في الحكم على التجربة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، والحكومة الانتقالية الآن هي تسدد في فواتير باهظة أستاذ الجميل الكلفة. يعني أستاذ الجميل نعم. سنأتي بعد الفاصل في المحور الثاني للحديث عن السياسة الخارجية، لكن لو بقينا الآن في الداخل، يعني لم تفعل شيئا هذه الحكومة في 9 أشهر أبدا في الداخل، بل إنها حتى على مستوى المحاكمات السياسية المرتبطة بمكافحة الفساد حكمت على الرئيس عمر البشير بالسجن 2 فقط، وهذا الشعب السوداني رأى في أنها يعني تمثيلية سمجة على التعبير السودانيين للتغطية عن فساد ربما مقبل وعن ثورة مضادة تتخلق في رحم السياسة السودانية في الداخل. هذا غير صحيح طبعا. أنا الآن النائب العام أحال
بعد اكتمال التحقيقات كافة الملفات المتعلقة بانقلاب 30 يونيو كجريمة ارتكب ضباط في الجيش السوداني مع مدنيين تواطؤوا وتآمروا معهم وأطاحوا بنظام ديمقراطي. هذه قضية الآن هي يعني رهن النظر أمام القضاء، وبانقشاع حالة الكورونا أبدت رئيسة القضاء السيدة نعمات الاستعداد لتوفير كافة الضمانات التي يمكن أن تجري فيها هذه المحاكمات في أجواء صحية، لأن الظروف الصحية في البلاد أيضا تتأثر بقيام مثل هذه المحاكمات. هناك قضية مجزرة العيلفون لطلاب الخدمة الوطنية الإلزامية اكتمل فيها التحقيق وتم فتح ملفاتها وتم نبش القبور، والطب الشرعي أيضا أثبت تم قتل هؤلاء الشباب والطلاب باستخدام الأسلحة النارية، وتعتبر هي جريمة بشعة وسيئة وسجل أسود للنظام السابق. الآن هناك قضايا تتعلق بالفساد ملفاتها مكتملة عند النائب العام وتم رفعها. صحيح أنا أقر بأن الإيقاع ربما طموحات وآمال الشعب السوداني كان يريد أن يرى هؤلاء الرجال داخل الأقفاص. أنت تتحدث عن ملفات فساد جاهزة عند النيابة العامة السودانية، ثمة من يرد على هذا الكلام ليقول بأن هذه الملفات هي كبش فداء للصغار، بينما الكبار هم في مأمن وربما يعودون إلى 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 المجتمع السوداني وهم أكثر قوة. لا، المحاكمات الآن هي لرموز النظام. أنا لا أتحدث عن الإجراءات، ربما التبس الأمر. هناك إجراءات متعلقة بلجنة تسمى لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، هذا أمر مختلف تماما، لكن أنا أتحدث عن رموز النظام القادحون الآن الاتحاد في كوبر. هؤلاء سيقدموا في قطول أسابيع لمحاكمات، وهي محاكم كونها القضاء السوداني، محاكم خاصة، وستنظر في هذه القضايا وستبت فيها، وسيرى الكافة أن الإجراءات هذه أخذت زمن طويل في التحري والتحقق، لأننا نحن نريد أن ننشئ دولة قانون، دولة مؤسسات يكون فيها فصل تام بين السلطات. في تقديري هذا الأمر لا يحمل للحكومة المدنية. صحيح أن جهاز القضاء نحن الآن في مرحلة تأسيسية لتنقية هذا الجهاز، هناك كثيرون من القضاة الذين دخلوا إلى سلك القضايا عبر آليات التمكين المعروفة التي ابتدعها النظام المباد، وبالتالي الآن هذه المرحلة بعد أن تمت إعادة المفصولين من القضاة 24 قاضيا تمت إعادتهم إلى الخدمة، وتم القضاة المتهمين بالفساد والإفساد في الحقبة السابقة تمت إزاحتهم. أنا أعتقد أن ترتيب البيت القضائي من الداخل أيضا كان عامل من العوامل أبطأت سير التحاكم أمام القضاء. الآن هذه الخطوات خطوات جادة، وهي تطال رموز النظام وتطال الشخوص الذين أداروا 30 عاما الماضية، وسنشهد في مقبل الأيام محاكمات نزيهة، محاكمات شفافة وعلنية. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الملف الآن بات في طور التنفيذ. طيب دكتور محمد، يعني هناك أجواء انفتاح سياسي واضحة في السودان، هناك تراجع واضح جدا للمؤسسات الأمنية، لم يعد لها هذا الدور في الحياة العامة في المجتمع السوداني، هناك محاكمات لرموز النظام السابق، هناك دعني أقول لك معالم حكم مدني تتبلور في البلاد، لماذا يتظاهر الناس؟ أنت تكلمت عن جانب نظري، لكن الجانب التطبيقي أين؟ الشعب حينما خرج وأسقط النظام السابق رفع شعارات محددة ومطالب محددة. بعد 30 من يونيو في العام الماضي هب الشعب الهبة الأخيرة التي حفظت المدنية وجاءت بهؤلاء المدنيين للحكم، وتم تكوين مؤسسة الدولة. الشعب قام بواجبه كاملا سنة كاملة، حمى الدولة من أي انزلاقات أمنية، منع الانقلابات العسكرية. لم يتحدث أحد عن الشعب، الشعب ليس مقصر، نتحدث عن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع. أنت تقول أنها نظرية، لكن على أرض الواقع شيء عملي يتحقق. هو الحكومة تحقق مطالب الشعب. الشعب مطالبه ما هي؟ اقتصاد معاش الناس، حياة الناس. لا بد للإنسان السوداني أن يحس أنه يعيش في وطني عزيز مكرم، يجد قوت يومه ويستطيع أن يتعاون مع الحياة. الآن حياته مهددة، اقتصاد ينهار يوم بعد يوم. لو تركوه فقط في الفترة التي أسقط فيها البشير
لو بقي الدولار كما هو والأسعار كما هي لما عابهم الناس، ولكن تضاعفت الأسعار 10 أضعاف وارتفع الدولار ولا توجد سلع، هذه وتوقفت موجة الحياة. هذه موجة أستاذ محمد، هذه موجة تضرب المنطقة كلها، ولم تسلم أي دولة في الشرق الأوسط من هذه الموجة. ماذا يمكن لهذه الحكومة أن تفعل أكثر مما فعلته ضمن طاقتها من أن تفتح مجال الحريات السياسية، حرية التعبير عن الرأي السياسي، تلجم المؤسسات الأمنية كمرحلة أولى، وبعد ذلك مسألة الاقتصاد ربما تحتاج إلى بناء نظام اقتصادي جديد، يحتاج ربما إلى سنين وليس إلى شهور. ما تحفظنا للحريات السياسية التي ذكرت والعدالة وغير ذلك من الشعارات، والسلام لم يتحقق أصلا، لكن معاش الناس هذا، الإنتاج، السودان غني بموارده وبإنتاجه وبكل مكوناته البيئية والطبيعية داخل الأرض وخارج الأرض. هؤلاء الناس هم خبراء في مجال الاقتصاد، أبسط شيء أنهم يوجهوا الإنتاج، الزراعة، الصناعة. حتى الآن الموسم الزراعي مشكلة، الصناعة توقفت تماما، لا يوجد إنتاج البتة. هم يسألون الناس إلحافا ويشحذون ويتصلون بالمؤسسات الدولية لجلب الأموال ولا يعطون، ويعتمدون على الخليج. الآن الخليج هو في مشكلة والإنتاج موجود، لا يفعلون شيئا، الذهب يهرب، النفط يهرب، كل شيء يرتفع. يعني ما مبرر أن يكون لنا خبراء اقتصاد ولنا دولة غنية بالموارد ولا نستطيع أن نستفيد من مواردنا؟ ونحن لا نقول المستحيل، نقول الممكن، لأن هذا الشعب كان تطلعاته أن يحيا حياة كريمة وعزيزة، بدأت تتراجع تطلعاته أن يكون استقرار في الوضع الاقتصادي، ولكن الآن يشهد تدهور مريع، وكل مرة كل يوم الإنسان السوداني لا يطمئن إلا قوت يومي، أصبحت حياته مهددة، استقراره مهدد. كذلك هنالك انفلات سيولة في الأمن المجتمعي، لا يوجد أمن مجتمعي، هنالك غبن في المجتمع، صناعة الكراهية، خلاف بين الأهالي والمجتمعات، تصنيفات الناس، هذا كوز، هذا قحاطي، هذا معادي، هذا معارض، الناس يتشاجرون في الأحياء، في الطرقات، المجتمعات تتصارع، القبائل تتصارع، السلام بعيد جدا حتى الآن. يعني وإن كان الذين يقودون المعركة في ضد السودان أو اللي تمردوا على السودان هم أعضاء في قوى الحرية والتغيير، ولكن لأن المحاصصات الحاكم. نعم. المحاصصات كانت أغلب واتجهوا إلى السلطة أكثر من اتجاههم لحقوق الوطن، فأبعدوا هؤلاء وبالتالي ابتعد السلام ولم نرى له أمل حتى الآن قريبا. الحريات الآن في مشكلة، الناس يعتقلون، قادة النظام السابق الذين أجرموا لم يقدموا إلى محاكمة حتى الآن. هذه تكون عدالة كيف؟ لأن إنسان هذا في النهاية إذا أخطأ يحاكم ولو يعدم، هذا ليس مشكلة، ولكن أن يترك في السجون سنوات طويلة دون عقوبة ودون محاسبة. الذين قتلوا المعتصمين حتى الآن لا أحد يعلم من الذي قتله، أشياء كثيرة جدا مختفية. سنبحث هذا كله، ولكن ليس قبل الحديث عن السياسة الخارجية السودانية التي أخذت معالم جديدة يجب أن نبحث فيها، ولكن ليس قبل الذهاب إلى وقفة قصيرة. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على التردد 10727 أفقي وعلى مدار القمر نايلسات. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن السودان وأسباب عودة التظاهرات إلى الشارع. أستاذ جميل، يعني هناك لقاءات وتفاهمات بين المسؤولين السودانيين ومسؤولين إسرائيليين دفعت بنيامين نتنياهو إلى الثناء على السياسة الخارجية السودانية الجديدة، وقال إن هناك مستقبلا مشرقا بين السودان وإسرائيل. ما الذي يدفع السودانيين إلى الاتجاه نحو إسرائيل؟ أين تكمن مصلحة البلاد في هذه المقاربة، في هذه التوجهات السياسية الجديدة؟
أنا ما لو أذنت لي قليلا، أنا أعتقد أن ما قال به الأخ محمد ضوينة فيه مشكلات كثيرة، يعني فيه تجني واسع وفيه عين سخط، هو رأى بها الأشياء كما يريد. يعني قبل أن ننطلق إلى نقطة الحديث عن العلاقة مع إسرائيل وما تم في هذا الصدد من خلال لقاء عن كلب الشهير وما إلى ذلك، لو أذنت لي تعليق قليل على ما قاله فيما يتعلق من فضلك باختصار شديد. من فضلك باختصار شديد. نعم نعم، الواقع أن السودان الآن هناك عناصر الثورة المضادة التي تنشط بانتهاك كافة السياسات والبرامج التي أتت بها الحكومة الانتقالية، والعصي لا زالت في دواليب هذه الحكومة، عصا النظام القديم لا زالت في هذه دواليب هذه الحكومة، وهي تنشط الآن بكثافة لإعاقة وعرقلة كثير من السياسات والبرامج التي وضعت للتنفيذ. صحيح أن التباتي حول الموجودين قال لسنوات، وليس لسنوات حقيقة، الفترة دي منذ السقوط وإلى الآن الفترة لا تحسب بهذا المعيار. النظام المباد مارس في الناس أبشع الأساليب والوسائل، كانت دولة بوليسية قمعية مارست كل هذا. لا نريد أن نقول أن النظام الجديد النظام الانتقالي يريد أن يمارس نفس الممارسات، هذا يحاسب فيه هؤلاء الأشخاص في احترام لإنسانية الإنسان، في احترام لآدمية البني آدم، في احترام لكافة الحقوق التي توفر لكافة الأشخاص، لكن الجنايات التي ارتكبت، الإبادة الجماعية التي ارتكبت، الجرائم التي ذهبت بنا إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، هذا وهذه الصورة السيئة عن الدولة التي دفعت ثمنها، يعني لا أدري كيف يدافع أحد عن هؤلاء الأشخاص بهذه الكيفية التي تحدث بها الأستاذ محمد ضوينة. لا أدري. طيب، وضحت هذه الفكرة أستاذ الجميل، وضحت ووصلت فكرتك، لكن ماذا عن سؤالي الذي سألتك عن لقاءات المسؤولين السودانيين مع مسؤولين إسرائيليين، أين تكمن مصلحة البلاد؟ لماذا هذا التوجه؟ أولا الاتصالات السرية والعلاقات السرية بين السودان وإسرائيل لم تنقطع، حتى النظام القديم النظام الجديد أنها صارت علنية، يعني صارت علنية على عينك يا تاجر، يعني كما يقال. نعم نعم، انا في تقديري انه ظلت كثير من التداخلات في العلاقه الخارجيه، وكانت كثير من المنعطفات يلجا النظام القديم الى ذات الجهه التي الان يعاب على الفريق اول عبد الفتاح البرهان انه قاد هذه المحاوله، وفي تقديري ان هذه المحاوله تمت خارج سياق الاعلان الدستوري، ليس من صلاحيات مجلس السيادة الانتقالي ولا رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن يمارس السياسة الخارجية وأن يقوم بعمل كبير في تحول في سياسات السودان الخارجية، مثل لقائه الذي تم بالرئيس الوزراء الإسرائيلي في عنتبي بوساطة من الرئيس اليوغندي. هذا الأمر حتى الآن ما الجد، الحكومة المدنية استطاعت أن تمسك هذه المبادرة وتضعها على الرف، ولم تتطور هذه العلاقات بالشكل الذي تصوره البعض، وباعتبار أن السودان قد انطلق في هذا الاتجاه بشكل كامل. السودان من حقه مثله مثل سائر الشعوب والدول العربية والحكومات العربية التي تنشئ علاقات مع إسرائيل معلنة، وهناك تمثيل دبلوماسي في كثير من الدول العربية. الحديث عن السودان كأنما أي خطوة يتخذها السودان تحقق له مصالح، أصلا علاقات تنشأ على أساس المصالح، يعني ما مصلحة السودان في التقارب مع إسرائيل. أنا أتحدث من حيث المبدأ أن الأساس في أي علاقة تقوم على المصالح. صحيح. لا يحاسب العرب الآخرون الذين يقومون بمثل هذه العلاقات العلنية وترفرف أعلام إسرائيل في عواصمهم وتفتح سفاراتها. يا أستاذ جميل، نحن حديثنا في هذه الحلقة عن السودان وليس عن الدول الأخرى، ربما نخصص حلقات عن الدول الأخرى، لكن عن السودان أريد أن أسألك قبل أن أنتقل إلى ضيفي، ما مصلحة السودان في هذه العلاقات مع إسرائيل؟ ليست واضحة حتى الآن في إطار السياسة الخارجية المعلنة لحكومة الفترة الانتقالية، لم يعلن بشكل رسمي من وزارة الخارجية والدبلوماسية السودانية أي موقف تجاه التحول باتجاه إسرائيل لتطبيع العلاقات أو لتطوير وتنمية هذه العلاقات، لكن لم يصدر بيان عن الحكومة السودانية يكذب البيان الذي أصدره نتنياهو بأن السودان يتجه إلى التقارب مع إسرائيل، وثمة أخبار جيدة تنتظر إسرائيل كما قال. هذه المسألة تمت مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي على هذا المستوى عبد الفتاح البرهان، الملف
نعم، هذا الملف الآن بيد الدكتور عبد الله حمدوك ووزارة الخارجية السودانية. نعم. وزارة الخارجية السودانية لم تخطو أي خطوة أخرى يعني تعزز أو تؤكد فرضية ما يقول به بنيامين نتنياهو. طيب. حتى الآن. طيب. أنا بعتقد إنه المبادرة أو المغامرة التي تمت من قبل الرئيس مجلس السيادة الانتقالي حتى الآن لم تجد تعزيز من قبل الحكومة المدنية. طيب. الحكومة المدنية لا يمكن أن نحاسبها إلا بأفعاله أو بأقواله. طيب أستاذ جميل، يعني السودان ما زال على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأنقل هذا السؤال إلى الدكتور محمد. هذه وجوده على قائمة الدول الراعية للإرهاب القائمة الأمريكية يحرمه من تدفق الأموال ومن الاستثمارات الخارجية، أليس من الوجاهة القول بأن السودانيين يتقربون من إسرائيل حتى طلبا للرضا الأمريكي، بحيث أنه يمكن أن يرفع السودان من هذه القائمة، وهناك وعود بهذا الخصوص على قاعدة أنه يعني نطرق باب إسرائيل لكي نسمع الجواب من واشنطن؟ طبعا الحكومة تحركت من هذا الباب لتحقيق مصلحة رفع السودان من الحظر. طيب، ومن مصلحة وطنية في النهاية، يظنون ذلك مصلحة وطنية، لكن هل توجد مصلحة من إسرائيل أصلا؟ التجارب من حولنا كثيرة، لم تستفد دولة من إسرائيل إلا الضرر أبدا. إسرائيل همها الأكبر الآن السودان، خاصة في 2020، إما لدواعي انتخابية أو للنفوذ في إفريقيا، لأن السودان مدخل لإفريقيا ومدخل للدول العربية، فبالتالي وجوده في التطبيع مع إسرائيل هذا هدف استراتيجي لدولة كيان إسرائيل. بدأ هذا العمل منذ سنوات، حوصر السودان بسبب عدم التطبيع مع إسرائيل، ضيق عليه في البنوك الدولية وفي كل المؤسسات بسبب هذا، فصل الجنوب بسبب عدم التطبيع مع إسرائيل، وخلقت حرب في دارفور بسبب عدم التطبيع معه. كل مشكلة يعاني منها السودان والأزمات الاقتصادية المتلاحقة الحكومة هذه بسبب هذا، وهذا النظام الذي يحكم المرحلة الانتقالية يريد أن يوفر هذه الأعباء على السودان بحيث لا ينفصل مرة أخرى ولا يتجزأ مرة أخرى ويطبع مع إسرائيل، وسينفصل أيضا لأن التخطيط الجمعي الإسرائيلي ليس لا يريد خيرا للسودان ولا لأي دولة إسلامية في العالم، ليس هذا من أهدافه. هدفه استغلال هذه الأرض وخدائها بأساليب رفع الحظر، يعني خداعها بكل الأساليب، ومن ذلك استغلال الدولة واستغلال موارده. بما تفسر خطوة البرهان بالالتقاء مع المسؤولين الإسرائيليين؟ للحفاظ على السلطة، يعني كثير من الدول تتسارع نحو إسرائيل لتحافظ على ما علاقة إسرائيل بالبقاء في السلطة. إسرائيل هي ربيبة أمريكا، وأمريكا هي يعني سلطان الكون بعد الله سبحانه وتعالى، تكنولوجيا إخضاع الشعوب، كل العالم الضعيف المنهزم يعيش تحت رحمة أمريكا، كل الرؤساء الملوك الجبابرة تحت رحمة أمريكا. إذن إذا أردت أن تبقى في الحكم فالسبيل إلى ذلك هي أمريكا كما يظنون، لأن السبيل الحق هو الله سبحانه وتعالى، يهب الحكم لمن يشاء وينزع من يشاء. ولكن هؤلاء يظنون خطأ أن التعامل مع إسرائيل يرفع الحظر، وهذا لن يكون، لأن حتى الآن زيارة نتنياهو إلى أو لقاء نتنياهو والبرهان مرت عليها سنوات، حتى الآن شهور لم يرفع حتى الآن الحظر ولا حتى تخفيف. حتى الآن نحن لا نستطيع أن نحول في دول المهجر إلى بلادنا، البنوك حتى الآن تحاصرنا، لا يوجد لدينا تعامل دولي حتى الآن. إذن ما فائدة التعامل مع هؤلاء الناس؟ كذلك حتى الآن الحرب مستمرة في السودان، السلام لم يتحقق. هم يقولوا نحن سندعم السلام، سنحقق استقرار، سنرفع عنكم الحظر، سنرفع الحصار، كل هذا لم يتحقق، بل حوسبنا وحكمنا ودفعنا أموالا، حتى الآن لم ترفع عنا الديون. إذن أين هنا المصلحة السودانية من هذا؟ الشعب السوداني ضد التطبيع لماذا؟ لأن هذه قضية الأمة التاريخية، وتجربتنا مع أمريكا ومع إسرائيل هم بالعصا والجزرة، قالوا لحكومة البشير وخضعوها مرارا وتكرارا، إذا وقعتم سلام نفاشة نحن سنحقق أهدافكم، ولكن فصلوا الجنوب. أنت قلت أن السودانيين ضد التطبيع، وسأعود إليك لأسألك عن هذا، لكن دعني أنتقل إلى الخرطوم. أستاذ جميل، يعني أنت قلت بأن خطوة البرهان في اللقاء مع المسؤولين الإسرائيليين عبد الفتاح البرهان هي تمرد على الميثاق الدستوري، يعني ليس مصرحا له بأن يفعل ذلك. ثمة من يقول بأن المجلس السيادي والعسكريون تحديدا فيه يستأثرون بالسياسة الخارجية بدون علم أو بدون إرادة الحكومة المدنية، ألا يعتبر هذا استبدادا من نوع آخر، عودة المؤسسة العسكرية إلى الحكم، تكريس معاني القوة العسكرية في إدارة البلاد؟ حتى الآن أنا أعتقد أن الحكومة المدنية نجحت، يعني لم يقم السودانيون من أجل أن يأتي حاكم عسكري ويتوجه خارجيا بخلاف إرادة الشعب السوداني كما يقول ضيفنا في الاستوديو.
نعم، مجلس السيادة الانتقالي هو مجلس عنده مهام شرفية يمثل رمزية محددة تكوينه، تمت المراعاة فيه أن يتم مزاوجة ما بين العسكريين والمدنيين لانحياز الجيش إلى الثوار المدنيين. هذه المسألة ذات دلالة رمزية فقط، لا تمنح صلاحيات للمكون العسكري في مجلس السيادة أن يخطو خطوات استراتيجية تغير مسارات العلاقات الخارجية. بالتالي هذا الملف الآن بعيد تماما السيادة، بعيد تماما عن رئيس مجلس السيادة، وأعتقد أنه قد ترك الخبز لخبازه وترك الأمر لشأن الحكومة المدنية ووزارة الخارجية. هو لم يفعل جديد في هذا الأمر، هذه الخطوة التي تمت بشكل مفاجئ الآن توقفت تماما. يقول نتنياهو ما يقول، لكن أنا في تقديري حتى في النظام القديم رفع العقوبات الاقتصادية يعني أنت في جميل أوباما. أنت تقول توقفت تماما ويقول نتنياهو ما يقول، لكن يعني دولة مثل السودان لم يصدر منها لا عسكريا ولا مدنيا بيان، أي بيان يعلق على تصريحات نتنياهو، هذا يعني أنه قبول ضمني أو سكوت على الأقل في هذه المرحلة. أيضا هذا غير صحيح، الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير أعلنت مواقف صريحة فيما يتعلق بهذه الخطوة التي اتخذها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والحكومة المدنية نأت بنفسها عن هذا الأمر وأعلنت أنها لم تكن جزء من هذه الترتيبات ولا علاقة لها بما جرى. صحيح أن عبد الفتاح البرهان تحمل هذه المسؤولية بشكل مباشر، تحمل مسؤولية شخصية في هذه المبادرة التي قادها، وقال أنا أردت بها أن أفتح مسارات كانت مغلقة، وهذا أن أمهد السبيل للحكومة المدنية حتى تستطيع أن تخرج البلاد من عنق الزجاجة. هذا مفهوم واجتهاد لعبد الفتاح البرهان، الحكومة لم تترجمه إلى أفعال. لكن أنا أريد أن أقول يعني نتنياهو قال بأنه كان هو السبب أو العامل الرئيسي في رفع العقوبات الاقتصادية في إدارة أوباما عن السودان في إطار النظام السابق. هذه الخطوات وهذه الادعاءات الإسرائيلية لم تنقطع ولم تتوقف. إسرائيل تجزم بأشياء كثيرة تقولها، هل هي حقائق أم لا؟ هي تقول أنها أحدثت اختراقات في الجبهة العربية مع حكومات كثيرة، وأن هناك تطورات على الصعيد الأفريقي وهكذا. نتنياهو لا يمل الحديث في هذا كدعاية انتخابية كانت في مرحلة من المراحل لتأكيد أن إسرائيل هي بوابة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الرضا الأمريكي لن يتحقق إلا عبر البوابة الإسرائيلية. هناك يعني نعم. لا أظن أن نتنياهو يعني يتخرص بهذه المقولات. هناك حديث عن أن نتنياهو تحدث مع الإدارة السودانية وحتى مع الإدارة الأمريكية بدعوة السودان لفتح المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية إلى البرازيل حتى يوفر 3 ساعات على الطائرات الإسرائيلية في هذا العبور. دعني أنتقل إلى الاستوديو الآن لأسأل أستاذ محمد، يعني أنت قلت بأن الشعب السوداني لا يؤيد هذا الاتجاه نحو التطبيع مع إسرائيل، لكن بما تفسر سكوت السودانيين اليوم؟ هم يتظاهرون بسبب الأوضاع المعيشية، يتظاهرون بسبب بعض المطالب الداخلية، ولم يتظاهر أحد أو لم نرى شعارا واحدا متعلقا بزيارة البرهان إلى المسؤولين الإسرائيليين لقاءته بهم. ذهب البرهان للقاء نتنياهو في أنتبي، خرج الشعب السوداني كله قبل أن يجف مداد الزيارة، وطالبوا صريحة العبارة بأن السودان ضد التطبيع مع إسرائيل ورفضوا هذه الفترة. وكما قال الأخ الجميل، طلبوا من الجيش لا يتدخل في هذه الأشياء، هذه أمور الحكومة المدنية التي فوضها الشعب لإدارة شأن البلاد، والحكومة المدنية تبنت هذا الأمر. وكنا نظن أن الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير مثلما استنكرت زيارة لقاء نتنياهو البرهان كذلك ترفض الأمر جملة وتفصيلا، ولكنها لم ترفض، بل بعد ذلك بعد استلامها هذا الملف جاءت الطائرة عبرت الأجواء السودانية، وكذلك جاءت زيارة طائرة في قبل أيام الحصر أو في أيام الحظر زيارة طائرة إسرائيلية إلى السودان لإخلاء ما يعني مريضة لها علاقة بهذا الملف. وبالتالي العلاقة مستمرة مع إسرائيل لكن تحت الطاولة باستحياء من الشعب. وهذا امتداد للنظام القديم، يعني الكل يسير في هذا المركب. نعم، كل الأنظمة هي الآن أغلبها تعمل تحت الطاولة، لكن في ظاهر الطاولة الشعب لا يقبل هذا. طيب أستاذ جميل، يعني الآن نريد أن نحاول أن نحصل على إجابات إلى حد ما سريعة، الوقت قليل والأسئلة أكثر من الوقت. هناك وعود دولية بمساعدة السودان
لكن هذه الوعود ما زالت حبرا على ورق في ظل ازدياد الوضع تدهورا في الداخل السوداني، ازدياد الفقر، تضخم بمعدل 60%، وصندوق النقد الدولي يقول ان السودان هو افقر بلد عربي بمعدل 720 دولار للفرد الواحد في السنه، هذه حسب احصاءات العام الماضي 2019. كيف ترى مستقبل السودان في ظل هذه المعطيات؟ انا في تقديري ان الخطوات التي تجري الان متوقع الان في غضون اسابيع كما قال مايك بومبيو في اخر محادثه مع رئيس الوزراء، في غضون اسابيع يتوقع ان يرفع اسم السودان من القائمه الامريكيه السوداء، ويتوقع ايضا من خلال هذه المفاوضات المضنيه التي تجري بين وزاره الماليه والتخطيط الاقتصادي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعه نادي باريس ان يعالج ملف الديون بشكل او باخر. صحيح ان مؤتمر برلين الافتراضي بعض الدول ابدت طوعا انها قد تنازلت عن بعض ديونها على السودان، هذه الديون تقارب ال 60 مليار دولار، هو رقم ضخم جدا. واعتقد ان العقبتان الرئيسيتان اللتان تعوقان اي تحرك في اتجاه ادماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي، مشكلة رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، ومشكلة جدولة أو إعفاء بعض الديون على السودان. أنا أعتقد أن الملفين ديل إذا تم فيهم أي اختراقات في المرحلة الجاية، وده متوقع حسب الوعود، يمكن أن يجد السودان أن يتنفس أكسجين أفضل في إطار العملية الاقتصادية. وما تفضل به الأخ محمد ضوينا عن صعوبة النظام المصرفي في السودان الآن معزول وكالأجرب بعيد عن النظم المصرفية الدولية، وهذه التحولات تحتاج إلى بعض الإجراءات المحددة. الحديث عن أنه يدرون هذه الملفات الاقتصادية وضعوا خطط جيدة، لكن هناك تشوهات عميقة في الاقتصاد السوداني واختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد نفسها. أنا أعتقد أن التحول ده لن يحدث ما بين عشية وضحاها على الإطلاق. هذا الأمر يحتاج إلى أن نترك هذه السياسات تمضي، وأن يزاح من طريق السودان كافة العقبات المتعلقة باللائحة السوداء والمتعلقة بالديون. طيب أستاذ محمد، يعني ما الذي يحتاجه السودان في هذه المرحلة في المقام الأول حتى ينأى بنفسه ينهض وينأى بنفسه عن الهزات العنيفة أمنيا وسياسيا التي تضرب المنطقة؟ ماذا يحتاجه في المقام الأول؟ بالإنتاج لن نحتاج. أنت لا تكون متسولا للعالم، تكون لك قيمة مكانتك بما تعطي وما تملك، ليس بما تأخذ من الناس. دائما قوة السودان في اقتصاده الحر القوي المحلي، كذلك نريد مصالح وطنية كاملة وشاملة، أن تجتمع كما اجتمع الشعب في يوم إسقاط البشير، واجتمعوا بعد ذلك في تكوين الحكومة وأيدوا قوى الحرية والتغيير باعتبارها قوة ثورية، كذلك نريد كل هذا الشعب الآن الذي خرج في الثالث من يونيو، هذا يعني أنه ناغم على حكومته، هو غاضب على الوضع الذي سار إليه، ما كان يريد يتوقع هكذا، كان يريد حياة طيبة ومصالحة كريمة ومجتمعا معافى وتطورا ونماء، خاب ظنه ولهذا خرج، لا يخرج عبثا، خرج ليصحح هذا المسار. الآن الحكومة بيدها أن تصحح هذا المسار، أولا تجري مصالحة عامة، تحافظ على السلام المجتمعي، تحافظ على التوازن العسكري، يعني تحافظ على وجود الجيش ككتلة موحدة قائمة بذاتها دون التدخل في شؤونه، لا تهتم بالعلاقات الخارجية كثيرا بقدر اهتمامها بحاجة الشعب وبتطوير الاقتصاد المحلي وبالصناعة وبالتطوير، حتى يقال الذين أسقطوا النظام السابق يقول نحن بحق أسقطنا نظام فاسد واستبدلناه بنظام طيب ورائع ومفيد، لكن حتى الآن الشعب لا يقول هكذا، الشعب الآن يتذكر أهل الإنقاذ، كيف كانت الحياة، كيف كانت المعيشة، كيف كان المجتمع يعيش، ويقارن بهذا الوضع يجد مفارقات كبيرة جدا. ما كنا نريد هذه المقاربات بين وضع سابق ووضع حالي، كنا نريد أن يعيش الإنسان، لأن ثورة كانت وعي وثورة مجيدة وثورة عظيمة يجب أن تكون مخرجاتها أعظم، ويجب الذين يتولون أمر تنفيذ مخرجات هذه الثورة العظيمة يجب أن يكون بقدر هذا الشعب بقدر هذه الثورة، ولكن للأسف تراجع غير متوقع، ونزلوا إلى مستوى يعني يحاربون أشياء بعيدة عن قضايا الشعب وقضايا الأمة. طيب أستاذ جميل، هناك يبدو المسؤولون السودانيون العسكريون والمدنيون سواء يركزون جل جهدهم على اللقاءات الخارجية وعلى الوعود الدولية بالمساعدات الاقتصادية، قد يكون هذا مفهوما
خطوة في إطار رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالبلد، لكن هذه الرؤية الاستراتيجية غير موجودة حتى الآن على الأقل في سياستهم الداخلية في إنهاض البلد على المستوى الداخلي. كيف يمكن مواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظر السودان في ظل غياب رؤية استراتيجية متكاملة الأركان؟ وغير صحيح أن الحديث عن أن هناك لا توجد رؤية استراتيجية لكيفية إنجاز هذا التحول والتغيير. ما هذه الرؤية؟ طيب أنا أريد أن أقول أن السودان وضع عدة برامج تتحدث عن برامج إسعافية، البرنامج الإسعافي المعلوم كان مداه لستة أشهر، ووضع برنامج بالرؤية البديلة، السياسات البديلة، وهذه البرامج ظلت غير منفذة إلى الآن بشكل عملي. لكن العقبة الرئيسية في هذا الأمر، يعني أنا أعتقد أن الأخ محمد ضوينة ناقض نفسه في نقطة الموضوع. هو يتحدث عن أنه هو كسوداني مقيم خارج السودان يصعب عليه التحويلات لدخوله إلى السودان. العامل الخارجي عامل أساسي في إيقاف التعاملات الممكنة وإدماج الاقتصاد السوداني في حركة الاقتصاد العالمي. هذا الأمر الاهتمام الخارجي ضروري في هذه المرحلة حتى نزيل كثير من العقبات والمتاريس التي تعترض تعاملنا الطبيعي. لا بد من تطبيع علاقة السودان الاقتصادية مع هذه المؤسسات، مؤسسات التمويل الدولية، مع الدول الدائنة، مع الدول الكبرى في إدارة الشأن الاقتصادي الدولي. أنا في تقديري السودان الآن لو لم يستطع من خلال العلاقات الخارجية أن يزيح هذه العقبات لا يستطيع الإنتاج. هذا حديث شعر، هذا قناع. الإنتاج يحتاج إلى مقومات أساسية. الإنقاذ استطاعت أن تدمر كافة البنيات التحتية، دمرت مشروع الجزيرة أكبر مشروع في القارة الأفريقية، دمرت خطوط السكة حديد، دمرت الناقل الوطني، الخطوط الجوية السودانية، بدأت تعبث في موانئ الدولة تمنحها إلى هذا وإلى ذاك. لا نستطيع أن نفعل شيء في الاقتصاد لو لم نعيد ترميم هذه البنيات الأساسية. وهذا الأمر يرتبط بالعلاقات الخارجية ويرتبط بالمؤسسات الدولية. لا يمكن بأي حال من الأحوال نهوض الاقتصاد في السودان دون فتح هذه الآفاق. هذا ليس تسول كما تحدث عنه وليس استجداء، لكن أنا في تقديري أن العلاقة، نحن حولنا أن هؤلاء هذا المؤتمر تحول من اسم المانحين إلى اسم الشركاء. السياسات الحكومية تذهب في اتجاه تريد شراكات، تريد أن تجذب الاستثمار إلى الداخل، تريد أن تفتح الآفاق. أمامنا مشكلة اللائحة السوداء وأمامنا مشكلة الديون. لا بد أن نزيح هذه بالاتصالات، بالتفاوض، بالتفاهمات الدولية. طيب، وضحت فكرتك بدقيقتين. يعني الآن ونحن نتحدث عن واقع السودان ونستشرف مستقبله، الآن الخطوات التي تقوم بها الحكومة هي الاعتقالات، آخرها اعتقال إبراهيم الغندور رئيس حزب الوطني المنحل. في أي سياق يمكن أن تقرأ هذه الاعتقالات وما تأثيرها على استقرار في البلاد؟ هو الحكومة، أنا قلت لك، يعني انصرفت عن مطالب الشعب بقضايا الثورة إلى محاربة النظام السابق والخوف من عودة الإسلاميين. هذا كل همها، انصرف كل تفكيرها إلى وضع متاريس أمام عودة الإسلاميين، لأن هذا هو الخطر الذي يهددهم في المستقبل. فإذا أرادوا أن ينفردوا بالحكم لأطول فترة ممكن لابد أن يوقفوا هذا الباب. لهذا وضعوهم في السجون واعتقلوهم وضيقوا عليهم وكونوا لجنة خاصة لإزالة كل أملاكهم ومصادرة ممتلكاتهم وتهجيرهم والكبت عليهم وتشريد مع العاملين وفصل الموظفين كلهم. هل يعقل كل هذه المكونات والمؤسسات فاسدة؟ أكيد إذا كان هنالك فساد في الإنقاذ، وهناك طبعا فساد، هناك أشخاص قاموا بهذا يحاكموا ويصلبوا ويقتلوا، هذا شيء آخر بالقانون وبالعدالة. لكن يمكن أن تحيل كل النظام السابق وكل مكوناته وكل من قال الله أكبر تحيله إلى أنه تابع لهذا النظام وتحاربه. إذن الحكومة الآن قضت كل الوقت في هذه الحرب. هذه حرب مفتعلة، حرب وهمية، لأن الإسلاميين ستؤثر على استقرار السودان برأيك؟ طبعا، لأن الإسلاميين هم رفعوا الراية البيضاء منذ سقوط هذا النظام، منذ سقوط نظامهم، واستسلموا لإرادة الشعب وخضعوا. الآن الحكومة تملك القوات العسكرية كلها وتملك القضاء كله وتملك النيابات والصحافة وكل مؤسسات الدولة بيدها، فكيف تدعي أن هنالك نظام أداء دولة عميقة وهنالك ثورة مضادة وهؤلاء مشردين بين السجون وصدرت أملاكهم؟ ليس لا حول لهم ولا قوة. يجب الحكومة أن تترك هذا الأمر وتنصرف إلى قضايا الشعب الحقيقية. كما قال الجميل، إذا كان الإصلاح الخارجي ضروري فالداخل أكثر ضرورة، لأن أنت حينما تقدم نفسك للآخرين قدم نفسك قوي تملك، لكن هنا ما تكون فارغ لا تملك شيء،
فقط تطلب، هذا الأمر يكون استياء للعالم الخارجي. العالم الخارجي يريدونك قوي نديا، لا يريدونك ضعيف، أنت يعطونك فقط لتأكل وتعيش. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، هذا ختام هذه الحلقة. في نهايتها أشكر ضيفي الكريمين معي في الاستوديو، الأستاذ محمد أحمد ضوينة المحلل السياسي، وعبر الهاتف من الخرطوم الأستاذ الجميل الفاضل الصحفي والمحلل السياسي. كل الشكر لكم، في حراسة الله تعالى.